على المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي، والبداية مع العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يجري عملية جراحية ناجحة في ألمانيا. الآلاف يشاركون في مسيرة أحد الشاعنين بالقدس رغم الألم والصعوبات. البطريركية اللاتينية تعلن مواعيد الرسامات الأسقفية للنواب البطريركيين الجدد. اتحاد الرهبانيات يؤكد أهمية الحياة المكرسة في مسيرة السينودوس. وفيها أيضاً يسوع بين المجد والألم، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وأشار في مقابلته التي ألقاها في قاعة القديس بولس السادس بالفاتيكان إلى أن سلام الرب يسوع يتبع طريق الوداعة والصليب، مبيناً بأن أسلحة الإنجيل هي الصلاة والحنان والمحبة والمغفرة المجانية. وختم قداسته قائلاً: لنتذكر مع اقتراب عيد الفصح أن يسوع هو سلامنا، وأن كل شيء مع المسيح سيتحول إلى خيرنا، داعياً المؤمنين إلى الاطمئنان حتى في الشدة. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على سلام الفصح وقال: دخل يسوع أورشليم في يوم أحد الشعنين باحتفال، واستقبلته الجموع بفرح لأنها رأت في دخوله مجيء ملك جديد سيجلب لهم سلاماً ومجداً وسيحرر أورشليم من الاحتلال الروماني. ورأى آخرون في يسوع الملك المثالي الذي سيعيد إليهم السلام الاجتماعي. لكن السلام الذي أعطانا إياه يسوع في الفصح ليس سلاماً يتبع استراتيجيات العالم، ولا يتحقق بالقوة والانتصارات ومختلف أشكال السيطرة. سلام الرب يسوع يتبع طريق الوداعة والصليب. إنه سلام يتحمل مسؤولية الآخرين ولا يسيطر عليهم، وهو ليس سلاماً مسلحاً. إن أسلحة الإنجيل هي الصلاة والحنان والمغفرة والمحبة المجانية القريب. هذه هي الطريقة التي يتم بها تحقيق سلام الله في العالم. وقال قداسته: في حين إن سلطان العالم لا يترك سوى الدمار والموت، فإن سلام يسوع يبني التاريخ بدءاً من قلب كل إنسان يستقبله. والفصح هو العيد الحقيقي لله والإنسان، لأن السلام الذي حققه المسيح على الصليب ببذل ذاته من أجلنا قد أفاضه علينا في يوم الفصح عندما قام من بين الأموات وقال لتلاميذه: السلام عليكم. لذلك لنقف أمام المصلوب ينبوع سلامنا، ولنطلب إليه سلام القلب والسلام في العالم. على صعيد آخر، دعا البابا فرانسيس إلى هدنة فصحية لتحقيق السلام في أوكرانيا. وقال قداسته قبيل تلاوة صلاة التبشير الملائكي: إن ملاك الرب قد قال لمريم في البشارة: ما من شيء يعجز الله حتى أن يضع حدا لحرب تضع أمام أعيننا كل يوم مجازر وحشية ترتكب بحق المدنيين العزل. وأضاف قائلا: نحن في الأيام التي تسبق عيد الفصح نستعد للاحتفال بانتصار الرب يسوع المسيح على الخطيئة والموت، وليس على شخص وضد شخص آخر. وختم قائلا: المسيح حمل الصليب لكي يحررنا من سلطة الشر، ومات لكي يسود الحب والحياة والسلام. أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن جلالة الملك عبد الله الثاني أجرى يوم الثلاثاء الماضي عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي ديسك في منطقة العمود الفقر الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح. وقال الديوان إن جلالته سيقضي وبناء على نصيحة الأطباء فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية قبل عودته إلى أرض الوطن سالماً معافى. مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان يتضرع إلى العلي القدير أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل، ليبقى رمزاً وقائداً في مسيرة الأردن نحو البناء والازدهار وخدمة قضايا الوطن والأمة.
شارك آلاف المسيحيين الذين يسيرون وفق التقويم الغربي في البلدة القديمة بالقدس بمسيرة أحد الشعانين، بعد أن ترأس غبطة بطريرك القدس اللاتين بير باتيسيا باتسابالا قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة. وانطلقت المسيرة من كنيسة بيت فاجي بجبل الطور بالقدس وتوقفت في محيط كنيسة الدمعة، وهناك ألقى غبطته عظة بهذه المناسبة قال فيها: نحن اليوم في أجواء طبيعية بعد عامين من تفشي وباء كورونا وإغلاق الكنائس، نحن سعداء جدا وبالنسبة لنا هذا نوع من القيامة. ومن ثم توجهت المسيرة إلى باب الأصباط تتقدمها الفرق الكشفية. وقال الأب خالد جمو من كهنة البطريركية اللاتينية: انطلاقا من هذا المكان الذي انطلق منه السيد المسيح وصولا إلى مدينة القدس وتحديدا إلى دير القديس حنة، هذه الدورة الاعتيادية التي بدأها السيد المسيح في حياته، فأننا نستذكر بأن الأخوة والإنسانية التي تجمعنا هي الرسالة الأسمى رغم الألم والصعوبات التي نحياها. تذكرنا دورة اليوم بأننا جميعا مدعوون إلى مدينة القدس، مدينة اللقاء والمحبة. أكدت بطريركية الروم الأرثوذكس التزام الكنائس في الأراضي المقدسة بإحياء الأعياد والمشاركة بالصلوات في البلدة القديمة، معتبرة أن الوصول إلى كنيسة القيامة حق لأبنائها أثناء احتفالات سبت النور العظيم وعيد القيامة المجيد. وأشار بيان صادر عن البطريركية أنه ومنذ عدة سنوات أصبحت المشاركة بهذه الشعائر أمر صعب للغاية على أبناء الكنائس بسبب تقييدات الشرطة وممارستها العنيفة ضد المؤمنين. وعليه أكدت البطريركية رفضها الصريح لكافة الإجراءات المشحفة من قبل الشرطة والتي تقيد حرية ممارسة الشعائر والعبادة في القدس. وشددت البطريركية التزامها بتوفير الخدمات الروحية في جميع الكنائس والساحات، كما أن الشعائر الدينية والصلوات ستقام كالمعتاد من قبل البطريركية وكهنتها، مبينة بأن موقفها هذا مبني على أساس الحق الإلهي والعرف والتاريخ. أعلنت أمانة سر البطريركية اللاتينية في القدس بأن الرسامة الأسقفية للمطران المعين رفيق نهر النائب البطريركي في الجليل ستكون في 30 من شهر نيسان الحالي، وذلك في بازيليك البشارة بالناصرة. كما أعلنت أن الرسامة الأسقفية للمطران المعين جمال خضر النائب البطريركي في الأردن ستكون في 6 من شهر أيار المقبل في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم. وأشارت أمانة سر البطريركية اللاتينية بأن بطريرك القدس اللاتين بير باتيسيا باتسابالا سيترأس القداسين بمشاركة عدد من الأساقفة، داعية الجميع إلى مرافقة المطرانين الجديدين بالصلاة خلال هذه الفترة. الإجراءات جارية الآن لتحضير الرسامتين اللي راح يكونوا رسامتين منفصلات. سيادة المطران رفيق نهرة سيسام أسقفا في كنيسة البشارة في الناصرة في 30 الشهر الحالي، وسيادة المطران جمال خضر دعيبس سيسام أسقفا في كنيسة المهد في بيت لحم في 6 أيار المقبل، ولاحقا سيستقبل في عمان وسيستقبل في الناصرة الأسقفين المسامين على هيكل الرب. بالنسبة لتحضيرات عمان يدخل سيادة المطران جمال دعبس إلى الأردن بيوم 12/5 وسيستقبل في دار النيابة البطريركية في عمان بنشيد اللهم نمدحك بحضور كهنة وعلمانيين وفعاليات كنسية ورهبانية، ويحتفل في اليوم اللاحق ب 13/5 بالقداس الحبري الأول له في كنيسة الراعي الصالح في مركز سيدة السلام في على طريق المطار في عمان. بهاي المناسبة اللجان عم بتحضر، وفرق الترتيل والخدام والكشافة والشبيبة وكل الفعاليات الكنسية مستهمة في التحضيرات لاستقبال الأسقف الجديد. من هذا المكان
منوجه الدعوة للجميع للمشاركة في هذه الاحتفالات الرائعة، حيث الأسقف هناك الكنيسة، وهذا بالنسبة لنا كل التحضيرات بيجي بهذا الإطار اللي في الكنيسة تجتمع، والمجتمع أيضا يجتمع حول أسقف جديد يحمل معه نور جديد وبركة جديدة ونعمة جديدة للكنيسة في الأرض المقدسة، وخصوصا بالنسبة لنا في المملكة الأردنية الهاشمية. أقيم في كاتدرائية البشارة العبدلي قداس إلهي بمناسبة عيد بشارة والدة الإله الفائقة القداسة. وفي عظته أشار سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس إلى أنه يتعين علينا في هذا العيد أن نسمع إحدى أهم رسالة للكنيسة، وهي الانتباه لمكانة المرأة. وفي الختام توجه سيادته بالمعايدة لرعية الكاتدرائية وللأباء الكهنة وجميع فعاليات الرعية، متمنيا لهم كل بركة ونعمة من لدن الله. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور أبناء الرعية. اليوم الإله من أجل خلاصنا نحن يصبح إنسان حتى نحن بالنعمة نتأله. قديش مهم عيد البشارة في حياتنا نحن المؤمنين. عيد البشارة هي البشارة السارة اللي استلمتها أمنا العذراء بالملاك زي ما سمعنا في إنجيل اليوم، وزي ما حكيت اللي لغت اللعنة الأولى اللي أتتنا من حواء أمنا الأولى. بالنسبة إلنا عيد البشارة هو إنه كيف دائماً لازم نحافظ على هاي البشارة حية في قلبنا نحنا، وكيف نحنا منا دائماً نكون على استعداد حتى يسوع يسكن في قلب وذهن كل واحد فينا. قديش مهم إنه نحافظ على فرح البشارة حي في حياتنا، فرح البشارة بتجسد الإله الكلمة من أجل خلاصنا. هون منعيش قديش نحن مهمين كأبناء لله، لأنه بدون المسيح نحن ولا إشي. هون مندرك قيمتنا الحقيقية كأبناء لأبونا السماوي، وهون مندرك إنه وطننا هو ملكوت الله كأبناء له. وبيبلش جهادنا الروحي كيف بدنا نحافظ على هاي البنوة، على هاي العلاقة بيسوعنا الحلو اللي من أجلنا تجسد حتى يفتدينا ويخلصنا. هاي هي القيمة الحقيقية للإنسان اللي بيرتبط مع الله، لأنه الإنسان بدون الله ولا شيء. زي ما سبق وحكيت لكم في مرات سابقة إنه الإنسان شو هو؟ ولا شيء، هو جثة. لما بيموت بتسارعوا بين أسرع بدهم يخدوه قبل ما تطلع ريحته حتى يدفنوه. ولكن الإنسان اللي بالمسيح، اللي معه المسيح، ينتقل للأبدية بالمسيح القائم من بين الأموات. بيكون إله كيان، بيكون في حياة، بيكون في قيامة، وبيكون في أبدية. عقد اتحاد الرهبانيات في الأردن لقاءه الثالث والختام لهذا العام تحت عنوان أهمية الحياة المكرسة والتحديات التي يعيشها المكرسون في العالم. حضر اللقاء الأب مارون مبارك رئيس جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة القادم من لبنان، وقدس الأب رشيد مستريح مرشد الاتحاد ورئيسة وأعضاء الاتحاد، والنائب العام لرهبنة الوردية المقدسة الأخت مدين دبابنة، وقدس الأب بيمال رئيس المركز اليسوعي في الأردن. وخلال اللقاء رحبت رئيسة الاتحاد بضيف الأردن الأب مارون مبارك الذي قدم محاضرات تحدث فيها عن أهمية الحياة الرهبانية والتحديات التي تواجهها في ظل التيارات الطارئة في هذا العالم، خاصة في مسيرتنا الروحية والسينودوس الكنسي. ترأس قدس الأب جوزيف السويد راعي كنيسة مار شرب للمارونية في الأردن صلاة شكر للرب الذي من علينا بالأرض، واحتفالا كذلك برتبة الملك لله الذي أعطى لنا ذاته ودمه وحبه وحضوره بيننا.
وما ظل أب سويد قائلا في الصلاة التي حضرها عدد من المؤمنين: نحن الآن يتعين علينا أن نرد للرب عطاياه التي وضعها بين أيدينا، وذلك بالشكر على حبه وهباته لنا. المجد ليسوع المسيح، الله معكم. اليوم رح نحتفل سوا برتبة الملك لله. هيدي الرتبة كتبتها وأكيد وزعت كل الأدوار حتى نقول نعم كل شيء منملكه هو للرب، وإذا ربنا عطانا لازم نحن كمان نتشارك ونعطي لحد الوجع. الرتبة اللي رح نحتفل فيها هي رتبة الملك لله بأسبوع الألام، وهيدي الرتبة إخوتي منبارك فيها الحجار، الرمل، المي، وكل الأدوات اللي بيشتغلوا فيها الفلاحين اللي بيبنوا. ونحن كمان عنا أدوات كتير نشتغل فيها إيدينا تنبني حضارة ومملكة الله على الأرض. مش غلط وقت المنقول ليأتي ملكوتك، نكون عن جد عمال بكرم الرب. هيدي الرتبة رح نحتفل فيها سوا، وبحب إنكن تصلوها معنا حتى نقول نعم شكرا لكل الأشخاص اللي عطيوا بسخاء، عطيوا اللي قدموا لنا كل شيء، لأنه مرات ما كنا منستاهل بس قدموها لأنه هني هالقد بحبوا يعطوا، هالقد أماتنا، بياتنا، ملوكنا، حتى قضتنا لمن بيعطوا مرات بيعطوا لحد الوجع. فشكرا لكل إنسان أخدته محبته لأنه يعطي، والله يحب المعطي المتهلل. أنا اليوم معكم بدي أشكر أصحاب الجلالة، جلالة الملك المعظم رحمه الله، ورحمة الله تكون معه. وأكيد بعرف قديش بصماته بالمملكة الهاشمية أو المملكة الأردنية الهاشمية كبيرة، الملك حسين اللي وهب الكنيسة المارونية هالأرض. وكمان شكري للملك المعظم كمان جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لأنه بالحقيقة مش بس أكد على أنه بيه هو الكرم وكرم لا متناهي، إنما كمل عمل عطاء حب ودفق كتير خير وبركة على كنيستنا المارونية بالمملكة. فشكرا كمان لجلالته جلالة الملك عبد الله الثاني. شكرا لنورسات الأردن خاصة على تغطيتها لكل الأحداث اللي عم بتصير بهذا الأسبوع العظيم، وشكرا لهالنور اللي عم بيشع على شرقنا، لأنه لولا الشباب ولولا محبتهم ولولا عن جد عطاياهم ودقات قلبهم يمكن كنا رح ننحجب عن أنه نكون نحن وياكم سوا عم نشهد ليسوعنا خاصة بهذا الأسبوع العظيم. الله معكم. بدي هلأ لكم إن شاء الله أسبوع يكون مكلل بكتير من الفرح. بالنهاية نحن عم نشترك بألام يسوع، ولكن منعرف أنه مجد القيامة رح يشعل علينا. الله معكم. المسيح قام، من هلأ حقا قام. تعد كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية من الكنائس الكبرى في المملكة ببنائها اللافت لكل من يزورها أو يمر من جانبها، وهي بموقعها تتوسط بيوت الرعية الساكنين من حولها. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة والتقت كاهنها الأب أنطوني هريمات وعدت التقرير التالي. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله. فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب، ففي بيته نلقى الراحة والسكينة والسلام والأمان، وفيه نرفع صلاتنا وابتهالنا للقائم من بين الأموات أن يقيم فينا فيض نعمه السماوية. فما أعوزنا وأحوجنا لمسكن العلي حيث الملائكة. في جولتنا لهذا الأسبوع نلتقي معكم أعزائنا في كنيسة بهية ومميزة لها مكانة مقدسة لدى قلوب الكثير من المؤمنين.
إنها كنيسة العذراء الناصرية للاتين الواقعة في منطقة الصويفية بعمان منذ عام 1983. عدسة نورسات مكتب الأردن زارت الكنيسة والتقت بكاهن رعيتها الأب أنطون هريمات، وقبل أن يحدثنا عن تاريخ ونشأة الكنيسة تضرع لله العلي القدير أن تكون العذراء مريم الأمة الحنونة لكل مؤمن، والتي هي هدية الصليب لكل محبيها. الأب أنطون هريمات انتقل إلى الكنيسة عام 2013، واستطاع بفعل محبته لرعيته أن يزرع حب الله والعذراء في قلوب الكبار والصغار وحب الصلاة في الكنيسة بالسبحة الوردية، وقال: إحنا هون زي ما تعرفوا في الكنيسة العذراء الناصرية، شوف ما أجمل من الاسم العذراء الناصرية. هاي الكنيسة تأسست سنة 1983 المرحوم العادل قبعين هو وزوجته الله يطول عمرها السيدة وداد قبعين، هم اللي بنوا هاي الكنيسة، وقبر المرحوم عادل قبعين موجود تحت الهيكل خلف أبونا، القبر موجود من على صور الكنيسة من الخلف. هاي الكنيسة لما انبنت ما كان في ناس كثير حواليها، وعشان هيك هي كبيرة بس مش كبيرة بما فيه الكفاية إنه تضم كل الناس الموجودين فيها. حاليا في حوالي 1700 عائلة مسيحية حوالينا، والمنطقة شاسعة جدا اللي بتضمها رعية العذراء الناصرية. هي الكنيسة هي كنيسة حية، كنيسة حية معناه إنه الناس مليانة بتكون في الكنيسة. يوم الأحد ولا يوم السبت بالقديس بتكون الكنيسة على الأطراف كلياتها مليانة ناس من اللي واقفين بدهم يسمعوا كلمة ربنا. هاي الكنيسة اللي بتضم فيها فعاليات كبيرة مثل مجلس الرعية، مجلس الرعية من الإسلام اللي بحاولوا يكونوا السند والإيد اليمنى للكاهن الرعية حتى يقودوا هاي الرعية. في الشبيبة اللي هي جدا فعالة، الكشاف اللي وجوده الكبير، فرقة الترتيل اللي هو وجودها في كل القداديس. فأستغل المناسبة حتى أشكر جميع الفعاليات، أوكي، وما بنسى الأخويات المريمية اللي موجودة عندنا في الكنيسة، اللي اجتماعاتها الأسبوعية. فإذا من ناحية حياة روحية في هالكنيسة الإشي بيرفع الرأس بالفعل، بتشعر إنه ناس أسرة واحدة عائلة واحدة بتعيش تحت سقف اسمه الكنيسة، كنيسة العذراء الناصرية. وبسبب العلاقة المتينة التي ربطت الأب أنطون هريمات مع رعيته التي يصل عددها لنحو 1700 عائلة، تمكنا من تفعيل الكثير من الأنشطة الرعوية وإقامة الملاحق اللازمة في الكنيسة، والأهم من ذلك ترسيخ فكرة زيارة المرضى في بيوتهم، وقال: هاي الكنيسة من لما أنا إجيت فيها هون سنة 2013 حاولت إنه أزرع حب العذراء في الكنيسة. بذكر أول وعظة حكيت لهم أنا بدي أعمل كل جهدي إني أسيج الكنيسة بالسبحة الوردية، بدي أسيج الرعية بالسبحة الوردية. وهذا اللي احنا نفتخر فيه، ان رعيتنا رعية العذراء الناصرية بتحب العذراء وبتصلي سبحة الوردية. نشاطات كثير عملناها في هاي الرعية، بما في اول جمعة من الشهر الكنيسة بتكون خارج الكنيسة الناس، وبالفعل تعرف اي ساعة بعملها 8:30 الصبح. ليه؟ لانه إذا إشي محرز مفروض أنت تتعب تضحي في سبيله، وعشان هيك كان بإمكاني أعمله الساعة 11 يعني بعد ما يخلصوا شغلهم والسوق تاعهم وهلو مجرة. لا إحنا إن الأولوية نحط ربنا، وطالما بوعدنا بإشي كبير محرز إنه نفيق ونضحي من الصبح ونيجي عليه. عشان هيك أول جمعة من الشهر دايما مليانة الكنيسة رغم إنها بتكون على 8:30 الصبح. بالواقع بهاي الكنيسة في عنا 58 بيت
اللي بنناوي لهم كل أول جمعة من الشهر. طبعاً في الشمامسة اللي بيساعدوني على مناولة المرضى، إنما هي نبدأها بيوم الخميس ويوم الجمعة حتى نناوي لهم جميعاً، وهذا فخر إلنا إنه نحمل القربان الأقدس يسوع المسيح اللي يوم من الأيام بده يستقبلنا بنهاية حياتنا، نضع السيد المسيح بين أيادي هدول الناس اللي ما بيقدروا يجوا على الكنيسة. كنا بحاجة لغرفة للأطفال حتى الأم ما تنزعج إذا طفلها بكى ولا ما ولا صرخ ولا هالمجرة، وحتى الناس تانيين ما يتضايقوا. فعملت غرفة للأطفال، أوكي، بنيتها هون، بنيت مزار لمار شربل لأنه كتير رعيتنا بتحب مار شربل، فقلت ليش ما أعمل مزار لمار شربل. وياما اللي بيجوا على مزار العذراء بروح على مزار مار شربل. وعملت مقام لبادري بيو اللي هو من القديسين الكبار اللي بيعملوا عجائب وعجائب وعجائب. وختم الأب بهرمات حديثه لنورسات عن أهمية ترسيخ العلاقة بين كاهن الرعية ورعيته، ومقابل هذه الخدمة وعرفان الرعية بالجميل للأب بهرمات وتكريما منها لكل الكهنة الذين مروا عليها لخدمتها، قام أبناء الرعية وعلى نفقتهم وبالتعاون مع الأب أنطون هرمات ببناء بيت خاص للكهنة كبار السن، وأسماه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة عندما يصلوا لسن التقاعد للإقامة فيه، حيث أن الكاهن يكرس كل حياته في خدمة المؤمنين. وما هذه التقدمة إلا تكريما له ولعطائه بأن ينعم بآخر حياته بإقامة مريحة تليق به. وكانت هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ البطريركية، حيث اعتاد المؤمنون بأن تبني الكنيسة للشعب، لكن في هذه الرعية الشعب هو الذي يبني. وحاليا أنا عمالي ببني بيت غريب عجيب رح يكون اسمه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة. إيش أصل هاي الفكرة؟ بعد ما خلصت كل ما حوالي اللي لازم أعمله من غرفة أطفال ولا مزارات ولا هالمجرة، إجتني فكرة، حكيت الناس ما تعرف إيش الخوري. هذا الخوري له قصة، بيشوفوا الخوري إجاهم، إجي خوري جديد عمره 40-50-30 سنة بس ما بيعرفوا ماضي. هذا الخوري له يوم من الأيام على عمر 11 سنة ترك أبوه أمه أخوه أخته بلده مدرسته. هذا الخوري لما يصير خوري بيبتدي يتنقل من رعية لرعية. نسمع انه الخور يتنقل من رعية لرعية، يا جماعة مش سهلة هاي القصة. انت اذا بدك تنقل من هذا البيت للبيت الثاني قديش صعب بده يكون. هالخوري بحياته بمسيرة حياته ايش بحاول يعمل؟ بحاول انه يزرع كلمة ربنا، يقربهم لربنا، يجيبهم لربنا، ومين وايل في اثناء ذلك بحاول انه يعمل اشياء. إذا كان عنده الإمكانية يبني كنيسة ولا يعمل مدرسة ولا مستوصف ولا يصلح من هون وهاي، وهيك الناس متعودين على هالخوري، أوكي؟ لكن هالخوري بآخر المطاف بده يكبر، ولما صار كبير هذا الخوري وين يروح؟ والده والدته ربنا أخذ بداعتهم بيكونوا أكيد، صحياً هو تعبان يمكن. ففكرت في شغلي، قلت ليش ما أعمل شغلي اللي بالبطركية كاملة بتاريخها بالكامل من عملت، أوكي؟ اللي هي بدل ما الخوري يبني لرعيته خلي الرعية كعرفان جميل تبني إله. وهكذا كان، وأعلنت ب 22-12-2019 إنه هاي الفكرة، إنه بدنا نبني إحنا كعرفان جميل لخوانتنا بيت منسميه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة. أعلنت، سبحان الله، أنا بالنسبة لي هذا البيت هو بيت معجزة. ليه؟ بحياتنا ما طلبنا مصاري، ما كنا نطلب مصاري. بعد شهرين ثلاثة من بداية المشروع إجت الكورونا، وثلاث أشهر تسكرت كل الكنائس، ومع هذا كمل المشروع
تقريبا انت هالمشروع اللي بأربعة سبعة احنا رايحين نفتتحه. بهي المناسبة استغل المناسبة حتى اشكر اي انسان ساعدنا لمشروع كبير جدا جدا، هو طابقين وطابق تسوية، يعني ثلاث طوابق، مساحة تتعدى 1600 متر افتكر مربع، ونشكر الله. فبدي اشكر كل انسان، شارك، اللي حط تعريف واللي حط دينار واللي حط 10,000 واللي قال بعيون ربنا اللي بتطلع على فلس الأرملة. بس أنا هاي المناسبة حتى أقول للجميع اللي أنتوا حطيتوه، اللي كنتوا تعطوه لأبونا وأبونا يقول لكم هذا على نيتكم، هذا هو بركة لكم ولولادكم. ألف شكر للجميع، ألف شكر لأبناء رعيتي اللي أنا بحبها وحبيتها وزرتهم كلياتهم وبفتخر فيهم وين ما كنت. الأب أنطون هريمات لقب بالكاهن المهندس ليس فحسب في حقل الرب لخدمة النفوس، إنما أيضا في حقل البناء، فحيثما حل كان يترك بصمات له، خاصة في تشييد المزارات المريمية لكي يكون لائقا لسماع كلمة الله وتكريم قديسيه. وما قام به الأب هريمات في هذه الكنيسة سيبقى شاهدا له مدى الحياة. طبعا بين المزارات عنا في عنا مزار كثير حلو المتواضع لماري يوسف، في عنا بين المباني اللي بتشوفوها هلا في عنا القاعة، هاي القاعة اللي تستعمل لنشاطات كبيرة في الرعية. ببدأ فيها إنه بالأعياد نستقبل من رئيس الوزراء للوزراء للناس الكبار، المطرانية تستعملها دائما في استقبالاتها، القاعة كثير حلوة كثير رائعة، تستعمل أيضا لنشاطات الرعية بالأطراح وبالأفراح، تستعمل مثلا في عيد الميلاد حتى يعملوا البازار السنوي لهم، فكثير مفيدة هاي القاعة وياما بتجمع أبناء الرعية. بالنسبة للمرحوم عادل قبعين اللي حكينا إنه قبره موجود في الكنيسة هون، فعشان ذكرى شو عملت؟ عملت بستان كثير حلو عند القبر تاعه وين القبر مكتوب المرحوم عادل قبعين، كعملية شكر والناس اللي بتحب تزور وتصلي صلاة صغيرة، لأنه هذا الإنسان أنا بالنسبة إلي إنسان كبير جدا. تصور أكم من ألف وألف وألف إنسان بسبب المرحوم عادل قبعين وزوجته الله يطول بعمرها السيدة وداد قبعين، قديش ناس إجوا نالوا سر الاعتراف، كم من عشرات وعشرات ومئات الالاف اللي نالوا القربان الاقدس، كم من الناس اجوا ركعوا وسجدوا للقربان الاقدس. فاذا هذا فخر لآل قبعين هاي الكنيسه، وشكر كبير لهاي العائله اللي استطاعت تضم مئات ومئات من الالاف من المسيحيين فيها. هيكل الكنيسه اللي بتشوفوا خلفي هو تم تجديده من متبرع كريم، رفض انه يحكي اسمه، طلب مني ما اذكرش اسمه، فارتقيت اني اعمله على نفس الشكل القديم اوكي، لكن انما برخام جديد في رخام اسود حتى يبرز، وكبرت الهيكل بحيث انه بامكانك تضع 12 خادم موجود هناك كليات عامل تمص طبيبي بالكامل. كل ما بتشوفوه موجود اوكي، كل اشي موجود هو من أهل هاي الرعية، وما في أي تعريفة أي فلس إجا من خارج الرعية، كلياتها من الرعية، عشان هيك الشكر كل الشكر بعد ربنا لأبناء هاي الرعية. كنيسة تكرم السيدة العذراء من خلال مزارها المميز، وأيضا مزارات عدة للقديسين لكي تبقى المكانة الذي يمنح المؤمنين المتعبين والثقيلي الأحمال الأمانة والسلامة والطمأنينة، وليبقى صوت أجراس الكنيسة صادحة في سماء عمان، مرنمة قائلة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي اجتمع المجلس الأكبر لهيكلية الأمم فرسان الهيكل،
وقرر بالإجماع تعيين أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس في مدينة القدس السيد أديب الحسيني ليكون مفوضاً سامياً للنهوض بالحوار بين الثقافات والأديان والمنسق الوطني لخدمة المساعدة المدنية للدول مع كامل الامتيازات المرتبطة بهذا التعيين. ويشار أن السيد الحسيني حمل الأمانة عن والده منذ 50 عاماً وأن عائلته توارثت حمل مفتاح القيامة منذ حوالي 840 عاماً. قصة إنجاز لعائلة لديها حالة توحد بين أبنائها كانت مدار نقاش أجراه برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج الأستاذ ياسر عكروش وابنه حمزة. وقد تناول اللقاء طرق التعامل مع هذه الفئة التي يجب أن تحاط بمحبة ورعاية خاصة بالود، وتركز الحوار كذلك حول مسؤولية الأسرة بتخفيف الضغط على هذا النوع من الحالات من خلال تلبية رغباتهم وتأمين حاجاتهم والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. المزيد في هذا الحوار. أنا قبل أيام كنت أستمع بالسيارة إلى الدكتور محمد راتب النابلسي العالم المسلم البخور، وكان يتحدث عن الحمد لله، كيف نقدم الحمد لله، وقال يعني كلمة أنا بدي أستعيرها منه. قال في الابتلاء نحمد الله. يعني أنت قاعد بتسطر لي الآن هذه يعني هذه الجملة وأنت بتقول إنه طورت إنسانيتنا، هو اللي علمنا، هو اللي علمنا. أنا دائما الناس بيقولوا تشكر الله على على طبعاً على حمزة. طبعاً طبعاً أشكر ربنا والكون وكل القوى الحية اللي بالكون. يا سلام. إنه واحد حمزة عندي علمني إني أكون محترم مؤدب شفاف يا سلام. نزيه إنسان ترى ها إشي مش معقول هذول الفئة من الناس ما تصير. بعدين أنا سعيد فيه، أنا سعيد فيه كثير، رفيق محترم مؤدب. بعدين حمزة عنده قدرات هائلة، حمزة بيعزف لبيتهوفن، بيعزف لعمر خيرات، بيعزف لفيروز، بيعزف لأم كلثوم، بيعزف موسيقى بشكل. بعدين ذكي أبونا على الكمبيوتر، بعتقد أنه بيل جيتس مش زيه ما شاء الله. مش معقول. أنا بالفترة القادمة هلأ أنا حاطه بمراكز بيطوروا مهارات عنده بتعديل السلوك، وبيشتغل خرز، بيشتغل فخار، بيشتغل وبرسم على الزجاج، برسم شيء خرافي حمزة. وهو يعني بيعزف بالكنيسة مبدأ بيعزف بالعيد الكبير والصغير. نعم. هو بيعزف على البيانو والكورال بنشد يعني وراه، بنشد وراه. أخذتني أنت في موضوع عدم وجود مراكز مفروزة لمثل هذه الحالات. أولا دلالة على احترام المجتمع لهؤلاء، هاي فئة من المجتمع. المجتمعات الراقية هي اللي بتحترم أصحاب الحاجات الخاصة، صحيح، الأطفال والشيوخ، صحيح. متى ما إحنا اهتمينا بأطفالنا وبشيوخنا وبأصحاب الحاجات الخاصة نكون مجتمعا إنسانيا. هون بيكتمل بناءنا الفوقي الأخلاقي والأدبي أخلاق. والفني. نعم. هون بيكتمل. دائما معيار المجتمع أبونا، أنا مش بدافع التنظير، معيار المجتمع إذا غاية ربنا هو الإنسان. يا سلام. المجتمع مش لازم تكون غايته الإنسان. نعم. الحكومة مش غايته الإنسان. نعم. ربنا غاية ربنا الإنسان وكرامة الإنسان. أنت تؤهل المجتمع، مش عم بتأهله هو. يجب أن نؤهل المجتمع للاهتمام بهؤلاء. صحيح. ويبدو أنه إحنا أمام حالة فريدة سابقة. أنت سابقة أبو علي، حالة مهمة يعني ينبغي أن تدرس هذه الحالة لطلبة كليات التربية الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة. يبدو أنه هذا الشغف الموجود عند الأب يعني حولك إلى مربي، إلى مربي متخصص. يعني بقول لك أبونا للأمانة، إحنا نقلنا حمزة، نقلة نوعية على التعامل على كل الأصعدة. يعني أنا بالبدايات كنا مهتمين نعمل مدرسة بالفحيص، يعني نعمل بيها دمج أو مركز لهذا. فواحد إحداها حكت والله خاص علينا يعني تجيبونا ناس حوالينا، يعني واضح أنه كان العلاج لهاي الناس.
مش للمثل حمزة. نعم 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 صحيح. سيد المسيح يا سيدي معلمنا سجود لاسمه، يعني يعني ما اجاش للاصحاء، مش هيك؟ جاء للمرضى، جاء للمرض. وبعدين كان وين هذا؟ هذه الانفه والعجرفه اللي موجوده عند البعض، انا قلتها بانه يعني لا يكون مسيحيا ولا مسلما إنساناً. بل ولا انسانا. هاي الناس ما اجتش بقرار. نعم. وما اجتش بقرارها هيك. صحيح. يا سلام. هاي الفئه كيف بنتعامل معاها؟ احنا بنعرف انه هذا المجتمع مريض او مش نعم. طيب يعني انت انت مش بس اب، انت مربي الحمد لله، لكن كنت تشتغل يعني على انه ان تتصرف مع حمزه انه حقه ان يكون عضوا فاعلا ومحترما في المجتمع. صحيح. انت اشتريت له بيت مش هيك او عنده بيت؟ اخذت له بيت من البلديه. نعم. هلا نعم. احنا بنشتغل، حمزه كان يشتغل في فسيفساء وما نعم. زال بيشتغل. نعم. ورسم على الفخار. نعم. وبعزف موسيقى. نعم. وحمزة يعني ركن أساسي، بيت حمزة ركن أساسي كل سنة من مهرجان الفحيص، هو ومجموعة من الحالات اللي بالفحيص. فبنحاول هلا احنا مع بالفترة القادمة رح نعمل إعادة تأهيل للبيت. ها نعم. وصير نسوي برامج كاملة لمثل هيك ناس يشتغلوا يصمموا ينتجوا ويبيعوا يستفيدوا ونطور قدراتهم. وسط أجواء الاحتفال بعيد بشارة العذراء مريم، أقيم في كنيسة القديس جوارجيوس في الفحيص حفل افتتاح وتكريس مزار البشارة الذي تبرع بإنجازه السيد سميح الصويس. رعى الاحتفال المطران خريستوفوروس بحضور الإرشمندريت خريستوفوروس حداد الرئيس الروحي للمدينة، وجمعين من الآباء الكهنة والشمامسة من الكنائس الشقيقة، بمشاركة فعاليات مختلفة وشخصيات رسمية وسط حضور شعبي واسع. وقد أحيت جوقة رقاد السيدة العذراء المفرق أمسية تراتيل فصحية بقيادة المرتل رامي سماوي، أدخلت الحضور في أجواء خشوعية. وفي الختام التأم الجميع على مائدة المحبة في أجواء سادتها روح الأخوة والمحبة. احتفل غبطة البطريرك رفائيل ساكو بطريرك الكلداني بقداس عيد الشعانين والطواف بأغصان الزيتوني في كل من كاتدرائية مار يوسف والدير الأم لبنات مريم الكلدانيات في بغداد، بمعاونة عدد من الأباء الكهنة وحضور جمهور غفير من المصلين وعدد كبير من الأطفال يرتلون بأغصان الشعانين. وفي الموعظة شرح غبطته معاني هذا العيد الذي يعتبر فرصة للمؤمنين لمراجعة أمور هامة في حياتهم لكي يصوبوا جهودهم للسير على خطى يسوع المتواضع ويطبقوا تعليمه على رجاء الحياة الأبدية. كما طلب رفع الصلاة من أجل العراق للخروج من أزماته ومن أجل إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا وعودة السلام. أدرجت الشركة العالمية المتخصصة في خدمات السياحة الفاخرة فلاش باك الأردن ضمن قائمتها لأفضل وجهات السفر لعام 2022، والذي احتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة مترو البريطانية. ودعت الصحيفة البريطانيين من محبي السياحة إلى زيارة الأردن، مبينة أن المملكة تزخر بالكثير من المواقع السياحية والدينية والأثرية المتنوعة والفريدة كالبتراء ووادي رام وجرش والبحر الميت، إضافة إلى مواقع الحج المسيحي، ومن أبرزها موقع معمودية السيد المسيح في المختص ومكاور وجبل نيبو وغيرها. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان يسوع بين المجد والألم، حيث استضاف البرنامج القمص أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية في الأردن، حيث خلص الحوار إلى أن المسيح جاء وتألم ومات وقام من بين الأموات كي يخلصنا، فلنسبحه ونمجده لأنه صنع معنا رحمة. فإلى هناك أبونا، بالنسبة لموضوع الشعانين وإحنا مقبلين الآن على عيد الشعانين، فمثل ما بالبداية حكيت إنه الشعانين مش بس مظاهر الفرح، مع إنها واجبة في مظاهر الفرح زي ما فرحوا أهل أورشليم بدخول السيد المسيح إلى القدس، لكن المعاني اللي
إن ذكرت في الكتاب المقدس أنه دخل على جحش بابن أتان واستقبل بالأغصان الزيتون وسعف النخيل، وصارت الناس ترمي بملابسها أمامه عشان ما تطأ رجله الأرض. كل هذه لماذا؟ فمثل ما عرفت أنه في إلها أصول من العهد القديم، ودائما المسيح أنا جئت لأتمم. فهذه المظاهر التي دخل فيها السيد المسيح إلى أورشليم ما هي إلا تتمة لما تنبأوا فيه الأنبياء لما قيل عنه. فما معنى أن يأتي ويدخل إلى أورشليم منتصرا ظافرا مثل الملوك، خاصة ممكن مثل ما تقول لي بعد نحن بالسرد الأحداث بالكنيسة في كان المثل تبع إقامة لعازر من الموت، ممكن هذه الشهادة شافوها شيء كتير كبير الناس إنه أقامت ميت، قال له 4 أيام ميت ومنتن وأقيمة من الموت. فتفضل أبونا أنت تسرد لنا الأحداث ممكن بشكل روحاني أكثر. على قدر معرفتي البسيطة. يعني معرفتي على قد معرفتي البسيطة. بالعكس يا أمون أنت غني في المعرفة. إيش الله يخليك. حضرتك دكتورة باسمة، كل الأحداث اللي راح نمر بيها في كنائسنا كلنا، نعم. وطبعا في ميزة هنا عندنا في الأردن نشكر ربنا عليها، يعني إنه المحبة اللي بين الطوائف بتظهر في مناسبات عديدة. يعني كمان إنه أي كنيسة هتدخليها في الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية، أي كنيسة، بديش أقول أي طائفة، أي كنيسة هتدخليها يوم الأحد القادم هتلاقي الشعانين. نعم. فوحدة العيد بيعطي قوة روحية للمصلين، الكل طالع على كنيسه، الروم طالعين على الروم، الأقباط طالعين على الأقباط، اللاتين، الروم الكاثوليك، السوريان، الأرمن، بقية الكنائس كلها. فهذا شيء المسيح فرحان بكنيسته. نعم. أورشليم بنسمي يوم الأحد هذا الدخول الانتصاري إلى أورشليم. نعم. دخل منتصرا كملك إلى أورشليم. ما هي أورشليم؟ أورشليم إلها معاني كتيرة. أورشليم طبعا بالمعنى الحرفي اللي هي في القدس، هذه أورشليم. أورشليم هي الأرضية، هي الكنيسة، وفي أورشليم السمائية هي ملكوت السماوات، وفي أورشليم قلب الإنسان، لأنه قال هو ذا ملكوت الله في داخلكم. فأورشليم من ضمن المعاني اللي فيها قلب الإنسان. نعم. فلما نقول أحد الشعانين نقول الدخول الانتصاري للسيد المسيح إلى قلب الإنسان. زعف النخيل طبعا أغصان الزيتون معروفة من أيام فلك نوح لما الحمامة جابت. نعم. معروفة. وغصن الزيتون دايما يشير إلى السلام. السلام. نعم. عشان هيك سموا المسيح ملك السلام. ملك. نعم. السلام. وإحنا في الصلوات بنقول له بنطلب من يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. النخل ربما أورشليم ما فيهاش نخل. نعم. بس أريحة مليانة نخل. نعم. استلناوه. نعم. أزكى تمور بتجينا من وين؟ نعم، من أريحة. نعم. طب التمر هذا ما هو من النخلة. نعم. نعم. والنخلة ليش جابوها؟ ممكن يكون ربنا قد فكرهم، لأن في آية في الكتاب المقدس بيقول الصديق كالنخلة يزهو. نعم. الصديق الإنسان الروحاني اللي ماشي مع ربنا، اللي بيصلي، بيقرأ الإنجيل، بيتوب، بيعترف، بيتناول جسد الرب ودمه الحقيقيين. نعم. الأقدسين، ليه علاقة حلوة بربنا، بيربي ولاده في مخافة ربنا، هذا يقول الصديق كالنخلة يزهو. في عادة في العهد القديم ان كان لما يجي ضيف، عشان ما كانش في وسائل مواصلات، اول اشي يعملوه قبل ما يضيفوه يغسلوا له رجليه. نعم. ولسه هاي العادة موجودة في بعض الأديرة القديمة اللي من القرون الاولى، يعني يغسلوا له رجليه عشان متاعب الطريق. فهم مش هيلحقوا
أو مش هيقدروا مع الأعداد الكبيرة اللي طلعت لاستقبال السيد المسيح أن يغسلوا له رجليه، فبدل غسيل الرجلين راحوا شالحين قمصانهم في الطريق، فرشوا القمصان كنوع من أنواع التكريم يعني. نعم. زي ما احنا هلا يجي ضيف نفرش له السجادة الحمراء الطويلة. نعم. هذه يعني تكريم، نوع من التكريم. فهو نوع من التكريم، كرم فيها الملوك يعني. نعم. فهو كملك. نعم. أعلنوا فرشوا كملك القمصان. نعم. هذا الدخول الانتصاري إلى قلب الإنسان زي ما اتفقنا. ضايل شغلة واحدة في أحد. نعم. الشعنين، ليش أتان وجحش ابن أتان؟ نعم. معروف الواحد رايح مشوار قبل المواصلات ووسائل المواصلات يعني الحديثة، إما حمار أو حصان أو جمل. نعم. مش جمالين يعني، أنا رايح مشوار. نعم. أركب حصان مش حصانين. نعم. أو هذه إلها تفسيرين. نعم. التفسير الأول، بعض الأباء الأولين قالوا الأتان وجحش ابن أتان بيرمزوا لليهود والأمم. إن المسيح في دخوله، المسيح له المجد في دخوله الانتصاري، جاي يجمع. نعم. اليهود اللي أمنوا فيه والأمم اللي ما بيؤمنوش فيه، جاي يفدي الكل. ما هو الفداء الجمعة اللي بعدها. نعم. فجاي يفدي الكل، أنا مش جاي عشان اليهود. بالعكس، القديس يوحنا الإنجيلي في الإصحاح الأول قال إلى خصته جاء وخصته لم تقبل، ما قبلهوش. نعم. نعم. الله، وما كنتوا مؤمنين بي كيف يعني. نعم. فهو أتان وجحش ابن أتان يعني هو أصغر من الحمار. أيوة. أصغر، ما هو يعني ليها معنى. نعم. أيوة ليها معنى. نعم. الأتان وجحش ابن أتان اليهود والأمم، ده التفسير. نعم. الأول. التفسير. نعم. الثاني بقى من عادات العهد القديم. نعم. لما عريس رايح ياخد عروسته من بيتها، بيت أهلها، فبيركب على أتان ويجر وراه بحبل جحش ابن أتان. لمين؟ لعروسته، عشان رايح ياخدها. نعم. فالمسيح لما بعت اتنين من التلاميذ هتلاقوا أتان وجحش ابن أتان. نعم. وإذا سألكم صاحبهما قولا المعلم يحتاج إليهما. نعم. طب ليش يا رب الاتنين؟ كأنه بيقول لنا أنا جاي أخد عروستي. نعم. مين عروسة المسيح؟ الكنيسة. الكنيسة. والكنيسة ما هي؟ مش المبنى والجراثية، والكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي. نعم. الشعب، هي الرعية. الصورة اللي أعطيتنا إياها كأنه حطيتنا بقلب الحدث، عم نشوف السيد المسيح كيف داخل على جحش بن أتان، على جحش؟ على أتان وجحش، أتان وجحش بن أتان. يعني الأتان وجحش أصغر شوي منه، بس هن التنين أصغر من الحمار. نعم. كمان. نعم. إنه هذا مش بس بعلامة إنه مثلا تواضع مثل ما يشار إله دائما في كنائسنا أو بيفسروا في الأباء، مع إنه السيد المسيح هو متواضع ويعطينا دائما صفة التواضع، لكن هي مربوطة أيضا بتفسيرات ورؤية العهد القديم. السعف النخيل أيضا كمان مثل ما أنت تفضلت، أريحة، ما بدناش يزعلوا علينا هون بالأردن أبونا، كمان غور الأردن مشهورة بأنواع التمر. نعم. والنخيل، فهي أريحة جزء من كانت من الأراضي كاملة يعني، ما هذا كانت أرض واحدة كلها طبعا. أرض واحدة أكيد. كانوا أيضا كمان لسعف النخيل كانوا عم بيحضروا هن للفصح اليهودي. نعم. وكانوا ياخذوا سعف، يجيبوه سعف النخيل لتزيين بيوتهم مثل ما احنا عم نزين كمان. هذا أنا قرأته في أحد الكتب لتفسير السعف النخيل. وشجرة الزيتون، أغصان الزيتون هي علامة السلام. والملابس رموها مثل ما تقول البساط الأحمر، عم بيرموا ملابسهم لكي يطأ عليها السيد المسيح، مش يطأ عليها كمان السيد المسيح، هو الجحش الأتان وجحش الأتان. نعم. بيمشوا عليه. نعم. وجاء إلى الهيكل، وماذا حصل هناك؟ نعم. هو في بس النداءات اللي كانوا. نعم. والنداءات وصنة في العالي. نعم. وصنة يعني اذكرنا، ارحمنا، ارحمنا، اللي لسه احنا لحد الان عم بنصليها في كان كيريا ليسون. نعم. يعني يا رب ارحم، هذه هي وصلنا في العالي. يوم احد الشعنين بنقولها باللحن الشعنيني. نعم. له لحن متميز. نعم. هذا اليوم هوشعنا في الاعالي، هوشعنا في الاعالي، يعني اذكرنا مبارك رب، الاتي مبارك باسم الرب، مبارك الاتي باسم الرب. بس هذه
هذه الصلوات والطلبات لا تقتصر على أحد الشعانين بس. نعم. المفروض إن إحنا نتعلمها، نقولها في بيوتنا، نقولها وإحنا في سياراتنا. نعم. الصلوات السهمية اللي الكنيسة بتلقينا إياها، كل ما ندخل الكنيسة تقول خلي فيه تواصل بينك وبين ربنا. الصلوات الآباء القديسين، الصلوات السهمية اللي هي يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، هذا بقى جزئية الصليب وبركة الصليب هنخليها مع الجمعة العظيمة. وصلنا في الأعالي، هشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. لازم نكرر الجمل هذه كل يوم. كلمة أخيرة تدعو فيها الناس في هذا الزمن المبارك أبونا، وإحنا يوم الجمعة العظيمة وإحنا واقفين تحت الصليب نصلي ونقول له يا رب أعطيني قوة ونعمة وسندة. كان دايما داود النبي يطلب من ربنا سندة. نعم. آية ثلاث كلمات كان دايما يقول له اسندني يا رب فأخلص. نعم. اسندني يا رب فأخلص. فإحنا نطلب دايما الآية هذه سندة، ربنا يسندني يعني، وساعدني يا رب ان انا ما احكيلكش بقيه السنه كلها، اصلبه اصلبه. نعم. ما اقولش عليك يا رب، اصلبه اصلبه، لا عليك ولا على اي انسان، اللي هي اصلبه اصلبه هذه خطيه الادانه. نعم. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا الي دخل باخطاء وعيوب ونقائص الاخرين، يكفي ان انا افتش عن اخطائي وعيوبي ونقائصي وخطاياي، يكفي. هذا برضو نتعلمه من الوقفه يوم الجمعه العظيمة. فإن شاء الله يكون عيد بركة، عيد قيامة مجيد، نفرح بقيامة الرب اللي هي قيامتنا إحنا أصلا. نعم. لأنه بقيامته أقمنا نحن من موت الخطية، والناس المسيحيين المفروض وجوههم اللي عليها نعمة الروح القدس الساكن فينا، المفروض الوجوه دي الابتسامة ما تروحش منها أبدا أبدا، لأنه الروح نشيط، الروح القدس اللي فينا نشيط. وصلنا وقال لا تطفئوا الروح. نعم. ما تطفئوش الروح اللي جواه، الروح القدس اللي سكن فينا من وقت المعمودية. نعم. إن شاء الله السنة هاي تكون سنة خير وبركة ببركة عيد قيامة مخلصنا الصالح، ونهني بعضنا خريستوس أنيستي، المسيح قام، ويبقى قيامته المجيدة هي فرح لبقية السنة كلها. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يجري عملية جراحية ناجحة في ألمانيا. الآلاف يشاركون في مسيرة أحد الشاعنين بالقدس رغم الألم والصعوبات. البطريركية اللاتينية تعلن مواعيد الرسامات الأسقفية للنواب البطريركيين الجدد. اتحاد الرهبانيات يؤكد أهمية الحياة المكرسة في مسيرة السينودوس. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.